يا هلا ومسهلا وحياكم الله مشاهدين الكرام متابعين برنامج نبض الأصائل في حلقة جديدة من الأسبوع التاسع من موسم سباقات الرياض. اقتربنا من انتصاف موسم سباقات الرياض، الموسم اللي يحمل في كل أسبوع انتصارات مختلفة، أحداث مختلفة وكؤوس وأشواط مليونية. هذا الأسبوع يحمل كأس وزارة الدفاع والبطولة المبدئية لبطل الميادين على مستوى الأفراس والحصن. خليكم معنا وتعالوا نشوف كواليسنا وفقراتنا وأهم الأحداث. يا هلا وسهلا، وصلنا معكم للفقرة القانونية مع الأستاذ مخلد العتيبي رئيس لجنة السباق والتحكيم في موسم سباقات الرياض. في الحفل السابق حفل 71 الشوط السابع تم الاعتراض من المدرب اللي ماخذ المركز الثاني على نتيجة الشوط، وتم تحويل الموضوع إلى لجنة التحكيم والسباق وتم تعديل النتيجة. يعطيك العافية أبو بندر، ودنا تعرفنا أكثر عن الحادثة اللي صارت الأسبوع الماضي في حفل 71، وش القرار اللي قمتوا فيه بعد اعتراض المدرب اللي حاصل على المركز الثاني؟ الله ما يحييك أول حاجة، أهلا وسهلا. بالنسبة لما حدث في الحفل 71 الأسبوع الفات بالشوط رقم 7، كان هناك اعتراض من صاحب المركز الثاني على نتيجة الشوط، بمعنى آخر هو اعترض على صاحب المركز الأول، وذلك أنه أفاد باختلاف الأوزان اللي حصل عليها صاحب المركز الأول. وبالرجوع إلى البرنامج تم التأكيد أن فعلا أن الجواد الحاصل على المركز الأول كان يحمل وزن 57 كيلو، ومن المفترض أن يحمل 61 كيلو، وبالتالي تم استدعاء المدرب وإبلاغه بأن ما حصل يعتبر من مسؤولية المدرب حسب المادة 85 من اللوائح المنظمة لسباقات الخيل. وتم بناء على ذلك عقدت لجنة السباق والتحكيم إعادة النظر في القرار، فتم الاتفاق على أن إلغاء نتيجة الجواد الحاصل على المركز الثاني وتعديل النتيجة وتغريم المدرب مبلغ وقدره 1000 ريال، لأنها من مسؤوليات المدرب أنه قبل وزن الخيال يجب على المدرب اختار الميزان الداخلي عن أي اختلافات في تتعلق بالوزن الذي سوف يحمله جواده، وأن الجواد يحمل الوزن الصحيح. هذه ما تنص عليه مادة رقم 85 من اللوائح المنظمة للسباق، وبالتالي تم تعديل النتيجة وإبلاغ المدرب بذلك. نظرة بنظرة، رمية برمية، الوان فورك الأخيرة يبدأ بالتقدم. سيد تشارلز من كودياك بدأ بالتقدم، قام بالتبديل الآن الرقم 1 والمشاركة الأولى في المضمار السعودي. أهلا بك. عادة تتكرر في مثل هذه الحالات أنه يكون في اعتراض، موضوع الميزان يرجع تامة للمدرب ولا للخيال؟ مهم جدا يكون عنده توعية مهمة في موضوع الحفاظ على الوزن الخاص بالسباق والشروط. هي المسؤولية الأولى تقع على المدرب، لأن المدرب عارف كم كسبات خيله وعارف جواده يفترض أنه يحمل كم، وبالتالي هو أبخص. يعني عندك 20 أو 20 جواد مشارك في الشوط، وهو عنده جواد أو جوادين عارفهم، فيفترض أنه عارف وزن الحصان أو جواده الذي يحمله في السباق. ضروري جدا جدا الحقيقة أن أنتهز هذه الفرصة وأحاول أني أقول للمدربين يفترض أنهم يتأكدون فعلا من قبل
ما يطلع لساحة الاستعراض أنه يتأكد من وزن جواده اللي يحمله. يا هلا ومسهلا، وصلنا معكم لفقرة البيطرية مع الدكتور وليد رئيس اللجنة البيطرية في موسم سباقات الرياض. موضوعنا مهم جدا لكل من يعتنون في الخيل اليوم، موضوعنا يتكلم عن الشخرة، ما هي أسبابها وكيفية علاجها والعديد من الأشياء اللي نتكلم عنها عن الشخرة، وراح نشرح تفاصيل أكثر من خلال الجهاز المقدم أمامنا يشرح تفاصيل الخيل أكثر وعن أسبابها. كل هذا مع دكتور وليد وراح يوضح لنا بشكل أكبر. مساك الله بالخير دكتور وليد. أهلا وسهلا أخوي أحمد وحياكم الله من جديد. طبعا موضوع الشخرة موضوع مهم جدا لكل من يعني يقتني سباق حصان سباق. طبعا هذا الشيء مهم، هو طبعا يمكن شفتوه في المزاد أنه هو من أهم الأسباب إذا كان الجواد عنده شخرة أنه إرجاع الجواد في المزاد. الشخرة طبعا لها أنواع ولها درجات ولها يعني زي ما تقول تصنيفات معينة. طبعا بالنسبة للتصنيفات حنوريكم إياها على الجهاز الذكي الآن، كيف أنك تصنف الشخرة وكيف أنك وين حتكون مكانها، لأنه لها عدة أماكن في نفس الحنجرة. ايضا علاجها غالبا يكون علاج جراحي. اغلب العلاجات الجراحيه بالنسبه للشخره في منها اللي ينجح في منها اللي ما ينجح، طبعا على حسب خبره الطبيب اللي يسويها والادوات المستخدمه والتقنيه المستخدمه بالنسبه لعلاج الشخره. طبعا هذا جهاز اللي هو 3D Anatomy Horse مقدم من مستشفى الخيل مشكورا. الجهاز هذا عبارة عن جهاز يوريك الخيل بثلاثي الأبعاد زي ما تشوفون الحصان عندنا الآن. عندنا الأجهزة المختلفة على جانب الجهاز هذا. طبعا أنا راح أتكلم اليوم عن الجهاز التنفسي، راح نشيل طبعا كل الأجهزة الأخرى. بالنسبة لنا الآن حنشيل الجلد، حيطلع عند العضلات والهيكل العظمي والأعصاب وما إلى ذلك. حنشيل برضو اللي هو العضلات، حنشيلها كلها تمام. حنشيل الجهاز العصبي والجهاز ايضا المعاء، وحنشيل طبعا الجهاز البولي ونشيل الليمفاوي. الان ان شاء الله عندنا اللي هو الهيكل العظمي شلنا، هذا بقى عندنا الجهاز التنفسي. طبعا الجهاز التنفسي الان راح نخلي وجه الحصان جهتنا وراح نكبر. ممتاز، راح نكبر الان المنطقه هذه اللي هي الحنجرة. طبعا الحنجرة الآن لها عدة غضاريف، عندنا طبعا لسان المزمار تمام، لسان المزمار، وعندنا غضروف من اليمين وغضروف من اليسار. طبعا وبالنسبة لنا فوق هنا يسمى اللي هو الحنك الرخو، وتحت عندنا الفكين. طبعا لما نتكلم عن موضوع الشخرة الآن، الشخرة لها عدة أنواع. الشخرة الآن عبارة عن لما نكبر هذا الشيء تمام، لما نكبر هنا سنجد أنه عندك هنا غضروف يمين في الحنجرة، غضروف يمين وغضروف يسار. غالبا في اللي هو أنواع الشخرة أنه يكون عندك ارتخاء في الغضاريف هذه، أنه لأن الغضاريف هذه تتسكر وتنفتح مع مجرى الهواء. أيضا عندنا هذا ما يسمى بالإبيغلوتس اللي هو لسان المزمار اللي يسكر مجرى الهواء ويفتحه. طبعا الشخرة عندك تكون عندك إذا كان عندك الغضاريف هذه تمام، معناتها حتفتح وتسكر بشكل طبيعي. إذا كان عندك ارتخاء معناته أنه عندك يبدأ عندك نوع من أنواع الشخرة، حيبدأ عندك الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الدرجة الرابعة. هذا فيما يسمى الشخرة. طبعا زي ما قلنا دكتور وليد، بس سؤال، عادة الشخرة أو المشاكل في هالغضروف تكون طبيعية ولا لها أسباب معينة؟ يعني من خلقة الخيل وفي ضعف عنده في هالمنطقتين؟ طبعا هذه تكون يعتبر عيب خلقي يولد فيها الجواد زي ما كان. طبعا الغضاريف هذه تشتغل عبارة عن طريق اللي هو الجهاز العصبي، يتسكر وتفتح مع تنفس الحصان. طبعا زي ما قلت لك أحيانا يكون عندنا اللي هو ارتخاء في موضوع الغضاريف هذه، فهذه تكون درجة مثلا قليلة. كل ما زاد الارتخاء كل ما زاد التسكير الجهة واحدة أو الجهتين، حتزيد كمية الشخرة عندك وتزيد درجتها لحد ما نوصل لمرحلة أنه يكون عندك شلل كلي.
يصير عندك شلل مثلا في الغضروف الايمن، يصير عندك شلل في الغضروف الايسر، هذه الغضاريف طبعا الان محدده، هذا الغضروف الايمن، هذا الغضروف الايسر. ايضا عندنا يكون ما يسمى بالابيغلوتس ديسبليسمنت، اللي هو تغير مكان لسان المزمار. لسان المزمار هذا يكون طبيعي زي ما هو، احيانا يرجع على وراء يسكر مجرى الهواء، فهذا ايضا يعتبر نوع من انواع الشخرة. فأنت الآن الشخرة هم يسمونها عبارة عن صوت، الصوت حيكون يعني الصوت لما يكون عندك موجود معناته أنه عندك مشكلة يا في الغضروف الأيمن أو الأيسر، أو عندك مشكلة في لسان المزمار، أو عندك ارتخاء في الحنك الرخو اللي هو فوق الحنجرة. طبعا هذه كلها إذا كانت ما هي موجودة من ضمن الغضاريف، الغضاريف يعني علاجها صعب شوي، لكن بالنسبة للسان المزمار هذا ممكن أنه ينشال، ممكن أنه ينشال بطريقة معينة عن طريق الدكتور الجراح. أيضا بإمكان أنه الغضاريف هذه نفسها يدخل الدكتور ويشيلها، يسوي لها غرزة على الجهة اليمين يشدها الجهة هذه فتكون مفتوحة بشكل كامل، أو يسوي غرزة للمنطقة هذه فيشدها الجهة هذه فتكون مفتوحة. هذه بالنسبة للشخرة. طبعا غالبا لما تكون عندك مفتوحة الغضاريف هذه مفتوحة معناته انه عندك مشكلة، حتدخل عندك غبار، حتدخل عندك هواء، اصابة الجهاز التنفسي بالنسبة للحصان حتكون عرضة للاصابة اكثر. فيعني سبحان الله تعالى يعني العظيم خلقة الله سبحانه وتعالى والامور الطبيعية اللي موجودة في الحصان وتركيبة جسمه وتركيبة الحنجرة هذه بشكل طبيعي، لما تكون كل شيء فيها تمام ما راح تكون طبيعي زي ما يكون مثلا حصان أجري له عملية. حكاية أبطال بدأت، انتصارات وفوز مستحق برباعية قوية ومتالقة بين خيال ومدرب، يخططون يجهزون ويعملون، ثم تكون النتيجة فوزاً مستحق وانتصاراً بأطوال. هنا نتحدث عن الثنائي البارز في انتصاراته المتميزة بموسم سباقات الرياض منذ 4 أسابيع، الخيال أحمد الأزهري والمدرب مشعل المطيري، لنتعرف على سر هذا الثنائي وكيف اجتمعت أهدافهم وتحقق مرادهم. والله يعني دوتي هذا ما جاء من فراغ، يعني طول العشر الفروسية مع الخيال أحمد الأزهري يعني كفيلة أنك عندك قناعة، يعني مثل ما أنت تقتنع بالخيل لازم عندك قناعة بالخيالة. واليوم أنا مكسب لي أخوي أبو هاشم وبالعكس أحمد الأزهري من الخيال اللي أتمنى وللحين الحمد لله أنا وياه أنه يركب الخيل، لأنه لما ينزل يساعدني. هذا الثنائي يعني ما جاء تو، يعني ترى له سنين قديمة، يعني أنا ومشعل دائما يعني مع بعض ودائما يعني أركب الخيل ودائما أعطيه تقارير عن الخيل، ودائما يعني هو يعني خيل تيجي من أو قبل تيجي من لندن يدق علي يقول أحمد جايب لك خيل السنة دي بإذن الله كوس. أنا أذكر لأحمد الأزهري سباق حصان جاي آخر راس، قال لي يا مشعل هذا حصان قروبا، يعني لما يصير النقاش بينك وبين خيال بهالأسلوب يمكن لو شفنا واحد يمر من عندنا يقول هذول يمكن الظاهر خارج السرب، هذول حصان جاي الأخير، يقول قربان الحصان هذا مع السنة اللي احنا كنا فيها أو السنة اللي بعدها عشان تكون معلومة أدق، غلب كاس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا الجواد، فمو عشان هذا أحمد الأزهري كثير كثير كثير. مشعل والمستورد علاقة وطيدة، لكن ما عرفنا وش السر فيها. والله المستورد يعني أنا صراحة أشوف نفسي بالمستورد، ليش؟ لأن كل واحد ميوله، حتى لما تجي لأهل البل يقولك الصفر غير والمغاتير غير والحمر غير، كل واحد ولونه. أنا ركض خيل ببريطانيا، حياتي مع المستورد، دماء يعني مشينا معاها، مو معناته أني أنا ماني مع الإنتاج، أنا مع الإنتاج بس ميولي الكثير مع المستورد، لأن المستورد يعني صراحة هو العالمية، لأنك تقدر تأخذ حصان ممكن يؤدي بالمضمار السعودي، ممكن أقدر أسافر معاه دبي، ممكن أرجع في بريطانيا، ممكن أرجع أو أروح أسافر معاه. فأنا أشوف أنه شوي يعني ميولي مع المستورد أكثر من الإنتاج. أخوي مشعل هو دائما الخيل المستوردة ما شاء الله تبارك الله له نظرة فيها، ودائما يجيب النوعية اللي تليق بالميدان السعودي، ودائما يجيب النوعية الطيبة، ويجيب النوعية اللي يعني اللي تناسب المضمار. من لندن إلى الجنادرية والعود من أول ركزة، وش كانت الحكاية؟
ترى هذه فخر لي، يعني أنا من لندن إلى الجنادرية، دليل إن الجنادرية اليوم فوق لندن. إحنا قاعد نركض لندن وتصرنا ببريطانيا وعندنا خيل زينة، بس اليوم أنا أشوف الحمد لله فخر لي المضمار السعودي. اليوم المضمار السعودي يقارع الأبطال. اتصالات يواصل مع أحمد الأزهري، يواصل قول ألو يا عبد الله المعمري، قول ألو يا عبد الله المعمري على خط النهاية. ألف مبروك اتصالات بشعار مشهد المطيري. دفع على هذا التحدي في شوط التكافؤ، انتاج محلي من 0 حتى 70، تندفع على بركة الله في هذه الاندفاع. من أشواط يوم الجمعة حادثة حصلت بالشوطين الخامس والسادس، سقوط الخيال والخيل اللي تواجدوا في آخر دفعة الخيل في الشوط وعلى المسار الداخلي. لنكون حاضرين ونرصد الأحداث لحظة بلحظة ونتطمن على صحة الخيال والخيل بعدما صرحت لجنة السباق والتحكيم عن سلامتهم وعدم إصابتهم بأي من الأضرار والأهم الأسباب اللي أدت في سقوط الخيل، عادة ما تكون من عرقلة الخيل لنفسها أثناء مجريات الشوط أو وجود مشكلة في أرضية الميدان واللي راح يتم فحصها ومعالجتها. الأسبوع التاسع من موسم سباقات الرياض، أسبوعاً يحمل كؤوساً وبطولاتاً مهمة لتكون أولها من أمسية يوم الجمعة، كأس وزارة الدفاع للخيل المصنفة ضمن جروب 3 محلياً. لنستذكر بطل هذا الكأس النسخة الماضية أوكو بشعار أبناء هيف القحطان. يا كاتب التاريخ سجل، يا كاتب التاريخ مهلا، لا زال أوكو يدون على خط النهاية. لتجدد الموعد في هذا الأسبوع ونكون حاضرين من ساحة الميدان، نوثق تجهيزات وحضور الأبطال ومن سيكون نجما في هذا الكأس من هذه النسخة. وصلنا معكم إلى كأس أمسية يوم الجمعة، كأس وزارة الدفاع لفئة الخيل الثالثة، كأس 1600 متر مفتوح الدرجات إنتاج 3 سنوات وأكثر. هذا الشوط شارك فيه 11 رأس، أهم الأسماء المشاركة والقوية وأن تكون منتزعة هذا الشوط على خط النهاية قربة مشغوم الخيل مبداك وميدانك والعديد من الأسماء اللي تحمل هذا الشوط. خليكم معنا وتعالوا نشوف مدى جاهزية مدربينهم وأهم الأسماء المشاركة وريتاتها وانتصاراتها. قربة صاحب الرقم 1 جاي من 3 انتصارات وصاحب الريت 100، أحد الأسماء المرشحة والقوية في هذا الشوط من ناحية الريت، هو الأعلى ريت في هذا الشوط، من المرشح أن يكون منتزع صدارة هذا الشوط. بزعان صاحب الريت 88 جاي من 3 انتصارات، واحد أيضا الأسماء المشاركة اللي ممكن تسوي مفاجأة في الشوط. معنوي صاحب رقم 4 صاحب الريت 98 جاء أيضا من 3 انتصارات، واحد الأسماء القوية اللي ممكن تنتزع صدارة هذا الشوط. أسماء كبيرة جدا ومشاركة، ما نقدر نقدم أحد عن أحد، ولكن لطالما كانت المفاجآت هي من تكسر توقعات هذا الشوط. خليكم معنا وتعالوا نشوف من ساحة البادوك جاهزية المدربين. أخوي محمد، وصلنا لأهم الأشواط في أمسية يوم الجمعة، كأس وزارة الدفاع لفئة الخيل الثالثة، شلون جاهزية بزعان اليوم مع مدربة ومع خياله؟ الحمد لله جاهزيته يعني بأكمل وجه، ونتمنى التوفيق. سبق اليوم قوي جروب 3، لكن إن شاء الله يكون لنا نصيب. الخيل جاهزة وأمورها تمام، والشوط ما حد يستهان به، فيه طال عمرك عدة جياد، والشوط كله كامل، فيه طال عمرك قربة، فيه شيموم الخيل حصان الشريف، هذه خيل مرسح فيها معنوي، والخيل كلها ما حد يستهنب، وحنا جاهزين والله يوفقنا ان شاء الله. والله اليوم ال11 كلها، اي حصان من ال11 او فرس تكسب ما هي غريبه، بنت فرح جايه ثاني
كاس المؤسس، قربه كسبان شوطين في الطائف، معنوي كسبان ديربي الطائف، خيل ابناء الملك عبد الله كلها مرشحه، والله يكتب لي فيه الخير لنا ولهم ان شاء الله. كاس وزاره الدفاع الفئه الثالثه في الميدان السعودي، التقدم لازال مع صياف ابن فوزن باور للمركز الاول. هنا معنوي، هنا معنوي، هنا معنوي، خذ الضربه ايضا، ضربه 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 على خط النهايه. وقربه تنتزع صدارة شوط كاس وزارة الدفاع بخياله المبدع عادل الفريدي بالمبارك. فرحة الانتصارات ما أجملها من فرحة. الله يجزاك خير أخوي أحمد. مبارك أخوي عبد العزيز. يعطيك طول عمرك، شكرا. اليوم كان شوط قوي جدا، وشفنا قربة في انطلاقتها اليوم من الداخل، يعني كنت متوقعها في فوتو فينش. والله الحمد لله، لكن استردى واحد اللي أخرها شوي، ولكن الحمد لله جابها الله. اليوم قربة بعد كاس وزارة الدفاع، خطتكم لها إن شاء الله؟ والله إن شاء الله بعد السبق نشوف أمورها إن شاء الله زين، إن شاء الله تو باقي إن شاء الله كسان الملوك، إن شاء الله باقي أشواط، والله يوفق. أمسية يوم السبت يتجدد الموعد مع بطولات بطل الميادين في مرحلتها التمهيدية للأفراس والحصن وللخيل العربية، ثلاثة أشواط تكتب فرص التأهل الجياد إلى نهائي البطولات ليكون نجم الميادين في سباقاتها، ولنكون حاضرين نوثق لحظة بلحظة من ساحة البادو. وصلنا لأهم الأشواط من أمسية يوم السبت وختامها الشوط التاسع، شوط البطولة المبدئية لبطلة الميادين على مستوى الأفراس، إنتاج 3 سنوات وأكثر على مسافة 1800 متر. هذه البطولة اللي تحمل أسماء كبيرة من الأفراس، والمرشح أن تكون على خط النهاية أهم الأسماء القوية وصاحبة الريتات، فروس صاحبة الريت 95 وسنة وهقواتي وفلوريت والعديد من الأسماء. خليكم معنا وتعالوا نشوف مدى جاهزية مدربينهم من ساحة التسريج وأهم الأسماء المشاركة وانتصاراتها. فورس صاحبة رقم 12 صاحبة الريت 95 جاي من انتصار، واحد الأسماء القوية والمرشحة بحكم أن ريتها هو الأعلى في هذا الشوط. سنة صاحبة رقم 13 جاية من انتصارين، وصاحبة الريت 85 أحد الأسماء القوية والمرشحة في شوط الأفراس أن تكون على نهاية هذا الشوط. منتحرة يا منتحرة من أحد الأسماء اللي ممكن تسوي مفاجآت، وقوية في دخولها صاحبة الريت 73 وجاية من انتصار، وأيضا أحد الأسماء اللي ممكن تسوي مفاجآت في هذا الشوط. شلون جاهزية منتحرة؟ ومنتحرة على ما سميتها اليوم ممكن تسوي دخول؟ إن شاء الله. تعرف هذا الشوط أبطال الميادين شوط مهم، وكل يسعى يعني بجاهزيته وذا، والتوفيق على الله، وإن شاء الله سمناها منتحرة، منتحرة للدخول يعني عشان تنتحر للدخول بس. تقول منتحرة على خط النهاية؟ والله نقول انتحر يا منتحرة. شلون جاهزية فورس في هذا الشوط؟ والله جاهزيتها إن شاء الله، نقول إن شاء الله أنها زينة، ونأمل إن شاء الله بهذا الشوط إن شاء الله نوصل إن شاء الله للنهاية. شايفة ما شاء الله في التسريج متفاعلة. يا رب يا كريم. إن شاء الله. العادل دورني على الشوط يعني؟ عادل ما يحتاج وساط، رسو عارفها. مسافة 1800 عليها؟ ما عندها مشكلة، أريح لها يمكن، أريح لها من القريب يعني. كيف جاهزية فلوريت في هذا الشوط الفراس؟ والله جاهزيتها كويسة، الفرس صار عندها نقضة عقب الطايف، والآن جيبينها للشوط هذا، ونسأل الله التوفيق يعني، ما هي جاهزة 100%، حالتها 60%، ونسأل الله التوفيق. خيالها خطتك لها، هل هي نازله في هذا الشوط؟ تتأخر، هي تتأخر وتجي من على اخر شيء يعني، تفتح في 200 في 400، فرس يعني بطيئه تبي ال 2000، لان اليوم اجبرناها على 1800، نسال الله التوفيق. في مجموعه افراس حول 5 روس افراس يعني من خيره الافراس،
وبرضه يعني منا شنت منهم ان شاء الله. فنقول ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا الحظ الاول وبعدين عاد الحظ الثاني للجميع ان شاء الله. الله كريم. كيف كانت في مسافات اللي قبل 1800 نفسها طويل شوي هالمسافه؟ لا بالعكس، ام الناشين ترى بيت يعني ام الناشين احلى مسافه لها 1800 يعني ما له عذر اليوم. لكن ان شاء الله نقول ان تجملنا مع ابو الروس ان شاء الله وتونسه وتونسنا ان شاء الله. فتحت إذن البوابات اندفعت على بركة الله أفراز 3 سنوات في المنعطف الأول. هنا تجتمع هذه الأسماء، هنا التقدم يأتي من طبايع للمركز الأول. كور محاولة كبيرة للتقدم من المسار الخارجي فيما سنة، هل تتمسك سنة؟ هل تتوج بطلة للميادين، بطلة للميدان؟ بنبارك هذا الفوز اللي قدمت اليوم سنة، حافظت من بعد الكو على مسارها. الحمد لله رب العالمين، ونترجى المزيد والمزيد إن شاء الله بإذن الله. اليوم من بطولة المبدئية وين راح نشوف الفرس سنة؟ والله في إن شاء الله بإذن الله مخططين على سباقات مهمة جدا جدا، وإن شاء الله الله يوفقنا يا رب. أخوي مشعل، يعني ما شاء الله شفنا فورس، هي تأخرت اليوم ولا متخوفين من سنة اليوم يعني أخذت المسار الداخلي؟ بارك في أيامك. لا بالعكس والله، بالعكس إحنا نبي الشعبة هذه وعادنا ما شاء الله عليه مشاه كويس، جابها كويس والحمد لله. يعني فرس أنا كنت متخوف منها هي اللي ضربتني، جيت لها ثاني والحمد لله. ومبروك الحاز ومرزوقي ومبروك لنا إن شاء الله، والعب الجيات إن شاء الله بإذن الله. يعني اليوم فورس ما شاء الله أحد المرشحات كانت سواء في حضورها اليوم وفي جاهزيتها. لا الحمد لله، فرسنا الحمد لله زينة وطيبة وتركض بعيد ما عندها أي مشكلة. لا الحمد لله زينة. وصلنا معكم إلى الشوط العاشر، شوط العربيات، شوط 3 سنوات عربي، البطولة المبدئية للخيل العربية الأصيل على مسافة 1800 متر وشوط 300,000 ريال. هذا الشوط يحمل أسماء كبيرة وقوية ومرشحة، أهمها أمير الشام، لطام، والعديد من الأسماء مثل جولد عامر، والعديد من الأسماء القوية اللي متواجدة في هذا الشوط. أيضا في هذا الشوط غياب لكتيبة الخالدية عن هذا الشوط، فراح نشوف منافسين مختلفين، راح نشوف منافسة مختلفة بين أهم الأسماء القوية. خليكم معنا وتعالوا نشوف من ساحة التسريج مدى جاهزية أهم الأسماء وريتاتها وانتصاراتها. لطام أحد الأسماء القوية، صاحب الريت 106، جاي من 5 انتصارات، أيضا أحد الأسماء اللي ممكن تسوي مفاجآت في هذا الشوط. أمير شام صاحب رقم 13، صاحب الريت 111. أمير شام لا يمتلك أي انتصارات في سجله، ولكن صاحب المفاجآت، حاصل على المركز الثاني في أحد الأشواط الماضية مع الخالدية راس براس، ممكن يسوي مفاجآت قوية في هذا الشوط مع غياب كتيبة الخالدية. جولد عامر صاحب رقم 18، صاحب 3 انتصارات، أحد الأسماء القوية وأيضا المرشحة في انتزاع هذا الشوط. بإذن الله نقول إن شاء الله أمير يكون أمير اليوم ويكرمنا بمكسبه، عدينا العدة ونسأل الله التوفيق. نوعا ما رتم الشوط راح يكون بطيء شوي، كيف بتحط فيها معارجة مع غياب كتيبة الخالدية؟ هو مثل ما تفضلت، يعني كتيبة الخالدية دائما تكون لها الرتم السريع، فلذلك إن كان الشوط بطيء بالنسبة للأمير ما تفرق معاه، يعني رتم سريع رتم بطيء، ولكن كل ما صار الرتم أسرع كل ما تجاوب الحصان أفضل. لطام جاهز بإذن الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ما نذكر ما معنا خيل، معنا خيل قوية والبركة من الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله حصاننا جاهز بإذن الله. بإذن الله حط له خطة معينة يشوف ينتظر الشوط؟ والله الخطة رسمتها مع جوكي، والله يكتب اللي فيه خير، لكن إن شاء الله بإذن الله أنه يكون له شانس زين إن شاء الله بإذن الله. خطتهم الراسين اللي معك في الشوط انتظار ولا ثاني يسحب أخوه؟ لا كل حصان له شعبته، أي هم يجي مو وراء، وخالد الزمليه يمشي وراء السريعين، وخالد الزمليه حصان زين لكنه وقف بعد عارض صحي يمكن تقريبا له سنة ونص مركض، هذا أول مركض له، نبيه تجهيز للأشواط القادمة بإذن الله تعالى، لكن إن سوى شيء ما هو غريب عليه، صان زين، أسأل الله يبارك له. فتحت البوابات على بركة الله، الكاسر في المركز الثاني، وأيضا ناصر عزبة في المركز الثالث في هذه الصورة البانورامية الجميلة، منافسة مثيرة
المنافسة مترقبة من جميع محبي الخيل العربية من المسار الخارجي. ابن منجز إذن على خط النهاية بطلا لهذا الشوط. احنا اتفقنا اليوم وقلنا تذوق. انا قلت لك اليوم في ذوق عربي، قلت لك الخيل مثل الشهية، يعني مثل داخلك مطعم تاكل وجبات عربي مستورد انتاج. هذا عالم الخيل. قلنا لك اليوم بنجرب الوجبة العربية وما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم انا كنت اسولف مع مساعدك وجاب لي طاري الكاسر وقال لي اول مركز له بيكون هنا وراح يكون مختلف. الحمد لله والشكر، اليوم الحصان حتى بالشغل بين الحصان زين والحمد لله والشكر رجع للحقوة. وصلنا إلى آخر الأشواط من أمسية يوم السبت وأمسية هذا الأسبوع، شوط بطولة الميادين المبدئية للأحصنة على مسافة 2000 متر وجائزة 300,000 ريال إنتاج 3 سنوات. وأكثر أهم الأسماء المشاركة في هذا الشوط اللي يحمل أسماء قوية راح نذكرها بعضكم: ضوء الأطلال، إعجابي، الباسترو، بدر العليا، والعديد من الأسماء صاحبة الريتات والانتصارات العالية ممكن تسوي مفاجآت في هذا الشوط وتكون مرشحة في انتزاعه. راح يغير تعذر مسافة 2000 متر تعتبر مسافة كلاسيكية، وإن شاء الله أن الجواد إعجابي أنه يدعس المسافة وجدير فيها بإذن الله. مع خيالة ينتظر الشوط، خطتكم له؟ والله يعني إعجابي يعني راح بيكون ينتظر، يعني ما راح يكون يمشي في المقدمة من البداية، ونرجي بالله التوفيق. حصاننا حاضر وإن شاء الله أنه كفو، وسبد اللي راح الأسبوع الماضي قدم أداء ممتاز مع خياله فواز والناس، وإن شاء الله أنه اليوم مع فواز أحسن وأحسن، متفائلين بالفوز بإذن الله. في ظروف أكيد شاهدها الباسترو في الأسبوع الماضي في الشوط اللي كان مشارك فيه على الجروب 3، هل تخططوا هذه الظروف في هذا الشوط اليوم؟ والله شوف، هي ما هي ظروف كثر ما هو صار في تأخير زيادة، وإن شاء الله أن خياله راح يستدرك الأخطاء الماضية وبيحقق المركز الأول إن شاء الله في هذا اليوم هذا. دق جرس الانطلاقة مثل ما نشاهد انطلاقة الجياد على الميدان. اليوم في برضو انسحابات لحد الأسماء المرشحة والقوية، الجماني مع مدرب غيث الغيث اللي ما وضحنا سبب انسحاب الجماني من هذا الشوط. خليكم معنا وتعالوا نشوفوا مجريات هذا الشوط. فتحت البوابات على بركة الله الدفاع للجياد 3 سنوات في هذه الأثناء تحديدا يندفع يقود هذه الأسماء متهاج ثانيا من المسار الخارجي. هنا أيضا تروي قادم من المسار الخارجي، منافسة كبيرة، منافسة مثيرة. بدر العليا مدهر من المسار الخارجي مع حضور الإعجابي وبقية الأسماء، إلا أن مدهر يدهر على خط النهاية أخوي عبد العزيز بن مبارك. هذا الفوز وهذه الفرحة اللي يقدمها اليوم المدهر معكم. الله يبارك فيك ويطول لي عمرك أخوي أحمد، والحمد لله هذا مفضل ربي، اللهم لك الحمد. الحمد لله اليوم كان شوط حماسي وقوي، جاء شفنا المدهر جاء من المسافة الخارجية من المسار الخارجي، يعني اليوم في تخطيط معين أعطيته مع خيال اليوم محمد معنا أول إركابية له. محمد الله يوفقه له أسبوع يشغل الحصان، والحصان قلنا له يتقفص الخيل السريعة وبإذن الله أنت تمشي رابع خامس إن شاء الله من 800-600 لا شفت الحصان أمش وبإذن الله أنت اللي تكسب إن شاء الله. اليوم مدهر بعد هالبطولة وين نشوف إن شاء الله؟ بيروح إن شاء الله النهائي بإذن الله. بإذن الله أخوي محمد بن مبارك، هذا الفوز اليوم أول إركابية لك على مسافة 2000، كيف شفت الجواد معك في الشوط وقديش أعطيته من الكرباج؟ لا الكرباج 10 حاسبهم أنا، ممكن في واحدة ممكن 11 عرفت، بس الحمد لله حصاني من اللي قام شاد وأموره تمام، ورأس سريعات أنا حاطه على طول. بعد 600 بالضبط بديت أحرك في حصاني شوي شوي لل 400 والحمد لله توفقت أنه كسب الحصان. اليوم على أول مرة كمسافة 2000 متر، واليوم أنت أيضا أول إركابية لك معه.
ايه اليوم اول مره نركبه يعني شغلته اسبوع كامل اشغل فيه الحصان ما اخذ عليه فكره وشغلته يعني اسبوع كامل انه زي ما تقولوا فيه عاجبني الحصان معنوياته مره كويس ومبسوط والحمد لله يعني نفس اللي في الشغل حقه في السباق الحمد لله. مبروك محمد. مدهر اليوم ينتزع صدارة شوط بطولة الميادين للأحصنة بالمبارك للمدرب سلطان عبد العزيز جلال على هذا الفوز والانتصار وللخيال محمد. بكذا ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، إن شاء الله استمتعتوا معنا في أهم الفقرات والكواليس، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم.